أهلا بكم. حذر مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي من مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل وزيادة كميات العملة العراقية في السوق. وقال صالح أن زيادة كمية النقود ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وأن رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل سيؤدي إلى مزيد من التضخم. وأضاف صالح أن الكمية النقدية يجب أن تتناسب مع الدخل في العراق، لافتا إلى أن هناك ركودا في الدورة النقدية. اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية غياب الاستقرار في العراق هو العائق أمام جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. وقال رئيس اللجنة أحمد سليم أن العراق يعاني من شح كبير في الاستثمار الأجنبي، وأكد أن غياب الاستقرار السياسي والأمني في العراق يحول دون جذب الاستثمارات التي تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي، مطالبا حكومة الكاظمي باتخاذ خطوات جادة لتحقيق الاستقرار. أعلنت هيئة النزاهة في العراق صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى ونائب سابق في البرلمان. وأفادت الهيئة أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الثانية بتهمة استلام رواتب منتسبي الحماية، رغم أن المنتسبين مفقودون إبان حرب الموصل، مضيفة أن المحكمة نفسها أصدرت مذكرة قبض بحق المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق على خلفية تأجير قطعة الأرض التابعة إلى مديرية بلدية الموصل في الساحل الأيسر وتشييد مجمع تجاري عليها. كشفت وزارة التخطيط الأردنية عن عجز بالتمويل لتلبية متطلبات اللاجئين السوريين وصل لأكثر من 2,379,000,000 دولار. وقالت وزارة التخطيط الأردنية أن حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغ خلال الفترة المنقضية من العام الجاري حوالي 52,100,000 دولار بنسبة 2.1% من حجم تمويل الخطة البالغ 2,430,000,000 دولار. ويستضيف الأردن نحو 1,300,000 لاجئ سوري منذ بدء الثورة السورية، وتسهم الجهات والدول المانحة في تمويل متطلبات الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية ومتطلبات الرعاية الصحية والتعليم. أكد محامي الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في آذار الماضي أن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة. وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية إن طلب هيئة قناة السويس تعويضا عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته حتى الآن. وأضاف أبو علي أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها. توقعت المفوضية الأوروبية أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي ستعود إلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام المقبل 2022. وقالت المفوضية أن تعافي اقتصاد أوروبا يكثف من سرعته بعد عام كامل من المعاناة الاقتصادية، مشيرة إلى أنها رفعت توقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع الأسبوع الماضي بنمو متوقع بلغ 4.2% لاقتصادات الاتحاد الأوروبي هذا العام و 4.4% للعام المقبل. إلى اللقاء.